إلماما بمتطلبات واهتمامات هذه الشريحة، عمدت القيادة بداية إلى إسداء تعليمات واتخاذ بعض الإجراءات ذات الصلة بالتهيئة الخارجية لمراكز الشرطة لتسهيل استقبالها من خلال إحداث تغييرات في مداخل هذه المراكز لتسهيل عملية الدخول. كما أعطيت توجيهات لعناصر الشرطة المكلفة بالاستقبال بهذه المراكز على تخصيص العناية اللازمة لهذه الفئة، ناهيك عن الحملات التحسيسية التي تهدف من خلالها إلى بناء الوعي المدني والمرافقة الاجتماعية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة دون إغفال المبادرات التي تقدمها لهذه الفئة بالتنسيق مع الحركات الجمعوية الناشطة في المجال. نشكر المبادرة هذه تاع رئيس أمن ولاية الجزائر والمصالح الاجتماعية، وما هيش أول مرة، يعني كل مرة يكون هاد التكريمات بهذا اليوم تاع العالمي تاع الاحتياجات الخاصة. الحمد لله الدولة الجزائرية بهذا الفئة راهي متكفلة، راهي تبذل كل المجهودات اللي تقدر تقدمها لهذه الفئة، خصوصا المديرية العامة للأمن الوطني. I'm a man.